عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتي Learn English with Hanan. اليوم سوف نرى الدرس الثاني في سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر للمبتدئين، ودرس اليوم هو أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية The Days of the Week. The Days of the Week. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا لنبدأ. الاثنين Monday. Monday. الثلاثاء Tuesday. Tuesday. الأربعاء Wednesday. Wednesday. الخميس Thursday. Thursday. الجمعة Friday. Friday. السبت Saturday. Saturday. الأحد Sunday. Sunday. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.